واحنا في اليوم اللي قبل الاخير ويعتبر الاخير للشغل السياحي، عايزين نعرف من حضرتك اخبار الاي تي بي ايه، هل نجح ولا لا؟ طبعا نقدر نقول بالنسبه للاي تي بي كون ان احنا ضيف شرف السنه دي، ده حدث لن يتكرر الا مره واحده في العمر. حفل الافتتاح بدايه زبيت كان حفل اكثر من رائع، شهد له جميع الحاضرين من السوق الالماني وخاصة الصحفيين والسادة الحضور بكافة جنسياتهم على انه حفل غير عادي، وكانت الرسالة الموجهة فيه من الحفلة نفسها ان مصر ما زالت بخير، مصر الثقافة، مصر الحضارة. فكان طبعا يعني أبهر الحفلة، عبارة الجمال وحديث حاليا هي حديث المجتمع الألماني كله. وهل ده كان ليه دلالة على نتائج الاي تي بي على قطاع السياحة المصري؟ ده وإن هيدل نمرة واحد بالنسبة لنا ان احنا متواجدين وان مصر لن تموت. تواجدنا بهذه القوة في المعرض السنة دي اثبت ان مصر لن تموت ابدا، وان احنا ما زلنا نمثل ثقل جامد في السوق الالماني، وانه التواجد ده ما رد الفعل بتاعه هيبقى على الموسم القادم ان شاء الله بشهر. لو قلت لحضرتك الفنادق المصرية كانت بتمثل في الاي تي بي بقوة هذا العام، هل كان في نتائج ايجابية لتمثيلها في بورصة برلين؟ هو فكرة الفنادق المصرية احنا ركزنا السنة دي ان اكبر عدد من الفنادق المصرية يشترك في الاي تي بي في الظروف الموجودة حاليا، وده ضعف الاعداد السنة دي، ده ضعف الاعداد اللي هي عادة تشترك. عادة بيتم الاشتراك في حدود من 35 ل 40 شركة. السنة دي وصلنا لحوالي فوق 67 أو 69 شركة بتمثل عدة فنادق، يعني كل شركة بتمثل لا يقل عن 4 لـ 5 فنادق. فالتواجد السنة دي قوي جدا من ناحيتنا. النتائج هتظهر، بس مش هتظهر بكرة الصبح، لكن هتظهر في الموسم القادم ان شاء الله. طبعا بالاضافه برضه ان انا بحب الفت نظر الجميع ان بكره وبعد ده اللي هيبان اثره على السوق المصري اكتر من الثلاث ايام اللي فاتوا، اللي هم بتوع شركات السياحه ومنظمي السفر. لسبب واحد، ان اللي حصل ضجه اعلاميه كبيره نتيجه حفل الافتتاح، فهيبقى التواجد الجماهير الألمانية في المعرض بكرة وبعد هيبقى متواجد مكثف، ودي بتبقى فئة هي بتدور تحجز لنفسها مباشرة مع الفندق وعن برضو الطيران بتاعها، وده اللي هيبان نتيجته في القريب العاجل، هيبان نتيجته في الموسم اللي هو الصيف اللي جاي على طول. يعني نقدر نقول ان الحمد لله الاي تي بي كان ناجح بالنسبه لقطاع السياحه المصري، الحمد لله ما تاثرناش بالاحداث اللي ممكن تكون موجوده في مصر. نقدر نقول ان احنا راجعين من برلين لمصر بامال جديده.
احنا كلنا راجعين متفائلين، خاصة بعد المؤتمر الصحفي اللي قام بيه سيادة الوزير أمس، والحقيقة أبهر الصحفيين الأجانب ومحطات التلفزيون العالمية، بالإضافة إلى بيان مجلس الشعب اللي ألقاه السيد محمد الصالح، والتصفيق الحاد اللي هو استقبل بيه سواء البيان أو كلمة سيادة الوزير من الصحفيين ومن الحشود. وحضرتك حضرت المؤتمر ما كناش لاقيين كراسي كفاية رغم قدرة القاعة. طب آخر سؤال عايز أسأله لحضرتك، رد فعل منظمي الرحلات خلال فترات أيام المعرض كانوا بيقولوا لكم إيه كقطاع فنادق؟ كقطاع فنادق حضرتك أولا كل من بعد ما كانش متخيل إن مصر في الأزمة اللي هي فيها، ما كانش متخيل إن هتقدر تنجح في تنظيم المعرض وحفل الافتتاح اللي هو أبهرهم. ما كانوش متوقع ان هو يحصل اهتمام من الصحافه الالمانيه والصحافه العالميه ان